بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الحصة 16 من محاضرات البك، من محاضرات السي بي اي لمادة البك. النهاردة إن شاء الله هنكمل معاكم موضوع الإيكونومكس، وهنبتدي في موديول 5. قبل ما نبتدي أي حاجة، زي ما تعودنا إن إحنا نقول تاريخ المحاضرة. النهاردة 2 ديسمبر 2017 2-12-2017، ده بالنسبة لتاريخ المحاضرة. بالنسبة لمحاضرة النهاردة إن شاء الله هي تكملة لليونت اللي فات. موديول 5 موديول صغير جدا وبيكمل على موديول 4. فيا ريت لو أنت مش فاكر موديول كان بيتكلم على إيه، أو مسقط الحصة بتاعت المرة اللي فاتت، يا ريت تراجع الحصة اللي فاتت قبل ما تخش معايا في المحاضرة دي. الإيكونومكس على فكرة قدامنا إن شاء الله محاضرتين وخلص الإيكونومكس، يعني قدامي إن شاء الله المحاضرة دي اللي هكمل فيها موديول 5، وهيتفضل لنا كمان محاضرة، المحاضرة اللي جاية هياخد موديول 6 و7 مع بعض، الاتنين صغيرين يتاخدوا إن شاء الله مع بعض في حصة واحدة. فإحنا إن شاء الله قدامنا حصتين ونخلص الإيكونومكس في الباك. النهاردة إن شاء الله هنبتدي موديول 5 اللي هو بيكلمك على Impact of Market Influences Part 2. الموديول اللي فات كنا اتكلمنا على الماركت وانواع الماركت، واتكلمنا على السوات اناليسز، وقلنا ان انت فيها سترينث ويكنس واوبورتيونيتيز وثريتس. والاوبورتيونيتيز والثريتس احنا قلنا ان دي حاجات ما تبقاش في ايدك، حاجات مش انت ما عندكش فيها تحكم. الاوبورتيونيتيز والثريتس اللي بره عنك، اللي في الماركت، اللي في الايكونومي، اللي في البيئة المحيطة بيك، سواء بقى ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، ظروف سياسية، ظروف كروية، أي حاجة بره إطار الشركة بتاعتك. فالopportunities لو أنت عندك فرصة بره شركتك، زي مثلا تغيرات مثلا في قوانين جات لصالحك، أو مثلا في ثورة، في انقلاب، في مصر راح كاس العالم، مصر هتلعب السعودية في كاس العالم، يعني كل الحاجات الظريفة دي ممكن تبقى opportunity أو threat. يعني ممكن تبقى بالنسبة لك opportunity فرصة، يعني مثلا الراجل اللي بيعمل أعلام ده بالنسبة لك opportunity، مصر راح كاس العالم، فهيطبع بقى ويبيع أعلام إيه؟ الله ينور، تمام؟ فدي opportunity. طب threats، انت ممكن مثلا threats برضو تبقى مثلا تغيير في القوانين، عدم استقرار سعر العملة، دي حاجة بيدك، وانت اللي ماسك سعر العملة، ولا في سياسة نقدية للبنك المركزي او للدولة بمعنى صح. فدي ممكن تبقى threat عليك. طيب، فالمرة اللي فاتت كنا على الحاجات دي كلها، وقلنا ان اخر حاجة قلنا ان في factors that affect the competitive environment of the firm، وقلنا على خمس حاجات اللي هي barriers to market entry و market competitiveness و existence of substitute products و bargaining power of the customers و bargaining power of the suppliers. وقلنا هنتكلم عنهم الموديول البعدي اللي هو النهاردة بالتفصيل. فالحاجات دي سموها Porter's Five Forces. Porter's Five Forces. الناس في عالم الاقتصاد، في اتنين في عالم الاقتصاد برنسات، البابات الكبار بتوع عالم الاقتصاد، واحد اسمه آدم سميث، تمام؟ آدم سميث، واحد اسمه مايكل بورتر، تمام؟ الاثنين دول البرنسات، عاملين نظريات كتيرة وعاملين أبحاث كتيرة، هما الاثنين ماتوا خلاص، يعني الاثنين غالبا ماتوا شبع وموت يعني، تمام؟ بس الناس دي عملت حاجات كتيرة في علم الاقتصاد. مايكل بورتر مثلا مشهور جدا في بوسطن، تمام؟ يعني هو من هارفارد، اللي منكم راح بوسطن يعني هيعرف ان في محطه كامله، محطه مترو كامله اسمها بورتر، في منطقه جنب هارفارد اسمها، وفيها محطه قطر كده مشهوره اسمها بورتر سكوير. فيعني ده بورتر، يعني اللي ساكن في بورتر سكوير في بوسطن هو ده بورتر اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، تمام؟ البرنس اللي اسمه مايكل بورتر بتاع هارفارد، اللي عمل حاجات كتيره في علم الاقتصاد، قال على ان في حاجه اسمها فايف فورسز او خمس قوى، تمام؟ الخمس قوى دول قال لك the firm faces او في خمس forces بيأثروا على الفيرم. The following five forces identified by Michael Porter of Harvard University have a significant effect on the competitive environment and profitability of a of the firm. يعني ايه؟ يعني بمعنى صح، الخمس حاجات اللي نتكلم عن دول هم لهم تأثير قوي
وبيأثروا على الـ competitive environment، على البيئة التنافسية والـ profitability والربحية بتاعت إيه؟ بتاعت أي firm، بتاعت أي شركة. أول حاجة الـ barriers of to entry، واتكلمنا عنها المرة اللي فاتت بالتفصيل، يعني ما فيش حاجة النهاردة مثلا هنتكلم عنها مثلا إيه زيادة. الـ barriers to entry اتكلمت عنها المرة اللي فاتت، هتكلم عنها دلوقتي بسرعة، اللي هي المعوقات أو المتطلبات إن أنت تخش السوق. زي ما شرحت في المحاضرة اللي فاتت، انت لو عايز تفتح شركة محمول في مصر، هل معنى ان انت معاك فلوس ان انت بكرة تفتح شركة محمول؟ لا. ليه؟ عشان موضوع له رخص وله ترخيص من الدولة وله حاجات معينة وله حتى تكلفة كبيرة جدا. وقلت لكم المرة اللي فاتت على الاكزامبل مثلا ان فودافون كان مثلا كان الاول فيه موبينيل، بعد كده بقى فيه موبينيل وفودافون، وبعد كده اتصالات دخلت عليهم. اتصالات عشان تخش الماركت بتاع مصر دفعت فلوس تقيلة قوي، دفعت فلوس كتيرة، تمام؟ دي اللي هي مصاريف الرخصة. فممكن مبدئيا يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، ان اول حاجة تبقى التكلفة عالية، وممكن تاني حاجة حتى لو انت معاك الفلوس مفيش مجال، يعني البلد ما فيهاش، مش هتطلع رخص كتيرة جديدة. فدي تعتبر barrier to entry. يعني ايه barrier to entry؟ ده معوقات ان انت تخش الماركت. في مثلا ناحية تانية، انت لو عايز بكرة تفتح بقال مثلا، قشطة، يعني ممكن تفتح بقال بكرة، ما فيش barriers to entry، ما فيش معوقات انت ايه انت تخش الماركت بمعنى صح. فحتة ال barriers to entry هي اللي بتأثر عليك، طبعا بتأثر عليك بالسلب او بالإيجاب. بمعنى يعني مثلا موبينيل وفودافون قبل ما يبقى فيه رخصة ثالثة للاتصالات، بالنسبة لهم الدنيا كانت لوز. ليه؟ ما فيش رخصة ثالثة مطروحة، فالماركت بتاعهم هما الاثنين، هما الاثنين شغالين الله ينور، وما فيش حد بايه بينافسهم، او ما فيش حد بيزاحم معاهم فين في التورته. فده كان بالنسبه له البارير تو انتري جاي لمصلحه موبينيل وفودافون. لكن لما اتفتحت الرخصه الثالثه والاتصالات دخلت الماركت، تمام، بقى في بقى في البارير تو انتري قل. ليه؟ ان في رخصه اتفتحت، فده اثر على موبينيل وعلى فودافون، تمام، عشان في حد تالت هيخش معاهم ويشاركهم فين في التورته، تمام. يبقى الباريرز تو انتري بتاثر عليك، تمام، بالسلب او بالايجاب، حسب انت واقف فين، او حسب انت من انهي ناحيه على الترابيزه. هل انت من الناحيه اللي انت عايز تخش الماركت، ولا انت اصلا موجود في الماركت ومش عايز يخش حد، مش عايز حد يخش يزحمك فين في الماركت. يبقى the firm faces the threat of new firms entering the market in which operates. ده يعتبر threat، ده يعتبر مخاوف ان حد يخش عندك في الماركت بتاعك. types of barriers to entry، طبعا انت عندك في انواع من barriers to entry. often rival firms face barriers to entry in the form of government regulation. يعني انت ممكن يبقى عندك government regulation، الحكومه مش سامحه ان يكون في رخصه مثلا دلوقتي لايه للمحمول، او suppliers، او supplier access. انت ممكن مثلا عايز تفتح شركه حديد، بس الحديد مثلا يتم احتكاره مثلا من هيئه معينه، او من شخص معين، او من هما اتنين مش واحد، تمام، واتيفر يعني، تمام. فيعني انت ممكن يبقى السبلاير اكسس، ما عندكش اكسس للسبلاير، او هاي اب فرونت كابيتال ريكويرمنتس، او انت محتاج كابيتال تقيل، محتاج راس مال تقيل عشان تخش الماركت ده، او بري اكزيستنج كاستمر بريفرنس اند لويالتيز. او بمعنى صح، ممكن يبقى الماركت مش سهل تخشه عشان الماركت اصلا فيه pre-existing customer preference and loyalty. يعني الكاستمرز الموجودين عندهم loyalty و preference للproducts الموجودة حاليا، فصعبة صعبة تاخد ماركت من الناس دي. زي مثلا كوكا وبيبسي مثلا، الناس اللي بتحب المشروب ده بالنسبة لهم هو كوكا أو بيبسي. في ساعات يعني في حاجات حاولت تخش الماركت بعد كده وفشلت. ليه؟ عشان الناس خلاص، الناس بالنسبه لها المشروب اللي هو لونه اسود ده هو عباره يا اما كوكا يا اما بيبسي، تمام. الحاجات اللي حاولت تخش جديده فشلت ان هي تاخد الماركت. ليه؟ عشان الناس عندها بريفرنس البرودكت ده، عندهم لويالتي. او ايكونوميز اوف سكيل مثلا، انت مثلا ايكونوميز اوف سكيل، انت محتاج الماركت بتاعك يبقى يغطي بوبوليشن معينه، فانت لو الماركت ده مش موجود صعبه، مش هيبقى جايب همه. يعني مثلا انت مثلا بتقول مثلا انت هتروح تفتح مش عارف مشروع معين في الصحراء الغربيه، هو هي الصحراء الغربيه اصلا فيها كام واحد عايش، تمام،
يعني 5 6 مثلا كمان، فالموضوع مش مجدي. learning curve issues، انت ممكن تبقى مش عارف تخش عشان ما عندكش النو هاو، يعني انت مش عارف ازاي يعني التكنيك او ان انت مثلا مش عارف تعمل البروجكت ده او مش عارف تعمل المنتج ده، او عشان تعرف توصل للماتوريتي ليفل بتاعت البرودكت ده هيبقى عندك ليرنينج كيرف، محتاج ان انت ايه تجرب وتقلش تجرب وتقلش وتبوظ وتعمل لحد ما تتعلم. فانت الليرنينج كيرف ايشوز دي ممكن تبقى عندك مشكله ليه، ان ممكن محدش يصبر عليك. يعني مثلا سي مثلا فتحت محل بيتزا، تمام، ف وانت ما بتعرفش تعمل بيتزا، فانت هتقعد تجرب في الناس في الاول، فالناس هتتخنق يعني، تمام، ان هو واحد هيجرب منك مره هيعرف ان انت بتقلش، فايه مش هيجيلك تاني، تمام. فالموضوع مش سهل. and other upfront comparative cost disadvantages including patents trade barriers and other restrictions. ممكن حاجات تانية زي مثلا زي البيتنتس، انت مثلا عايز تعمل حاجه بس اوريدي في حد عاملها واخد بيتنت، واخد حقوق حق اختراع، تمام. يعني انت مثلا قلت انا ناوي انا قررت اعمل عربيه مثلا سيلف درايفنج، تمام، سيلف درايفنج كار مثلا في حد واخد البيتنت بتاعتها مثلا، انا بختار مثلا اكزامبل من دماغي بس، فيبقى ده بارير بالنسبه لك. طيب بيبقى دي انواع الباريرز تو انتري. When new companies will attempt to enter, the competition where barriers to entry are low. طبيعي لما barriers to entry تبقى قليلة، الcompetitors بيحاولوا يخشوا الماركت، أو new investors بيحاولوا يخشوا الماركت. Potential high profits exist in the market and the risk of retaliation by other firms is low. If the industry as whole is earning profit, other firms would desire to enter the market. Unless barriers to entry exist, firms will enter until profits fall to a competitive level. It's also possible that the simple threat of new entrants will scare existing firms into keeping prices of the competitive level. يعني الكلام ده، يعني بمعنى صح، والله ده موضوع ال ده مشروع ال مشروع البيتزا ده بيكسب، ده في واحد فتح بيتزا وبيكسب، ايه الله ينور، فالناس كلها فتحت بيتزا، تمام. يعني او مثلا زي دلوقتي مثلا في مصر موضوع الشاورما السوري، تمام، الشاورما السوري فجأة كده لقيت البلد كلها اتغرقت، الناس كلها فتحت شاورما، تمام، ليه؟ عشان واحد فتح، فالموضوع بيكسب، فواحد تاني فتح فالموضوع بيكسب، والناس اصلا بتحب الشاورما، فالناس لقيت ان الدنيا قشطه في السالونسيه زي الفل، ومفيش بارير تو انتري. انت لو عايز تفتح بكره محل شاورما محدش هيقول لك في رخصه حكوميه عشان تفتح، تمام، لا قشطه يعني، تمام، اي حد ممكن يفتح محل شاورما يعني. فالسيكتور ده بيكسب وفي بروفيت، فكله هيخش هيخش هيخش، فهيحصل ايه في الماركت؟ الماركت هيحصل ان الماركت هيزدحم، والناس اللي كانت بتعمل بروفيت البروفيت هيقل. ليه؟ ان اللي هيبقى عندك السبلاي كتير، وكله هيبتدي ايه يكسر في السعر، ففي الاخر الكومبيتيشن هتخلي البرايس تقل والبروفيتس هي كمان ايه تقل. يبقى ده اول حاجه هي ايه، هي الباريرز تو انتري، ويبقى ده من دي من اول فورس من الفورسز اللي بتاثر على ايه على الكومباني او على اي فيلم. ثاني حاجه الماركت كومبيتيتنس، التنافسيه في الماركت، او بيسموها intensity of competition، الحديه او النديه، يعني مش عارف هي حديه او نديه، يعني تمشي الاثنين، تمام، الحديه او النديه في الكومبيتيشن، يعني التنافسيه ماشيها كده، تمام. The existence of competition from rival firms is often is the most significant of the five forces of competition. معنى ان في عندك كومبيتيشن وفي عندك تنافسيه في الماركت، هو ده من اقوى الفورسز اللي بتاثر عليك. وايه الفاكتورز بقى بيأثر اللي في الحته دي؟ اول حاجه ability of rival firms to respond to change. ما قدره الرايفل، كلمه رايفل اللي هم المتنافسين او المتناحرين، تمام، مش متناحرين بمعنى السيء، يعني فودافون وموبينيل مثلا يعتبروا متناحرين، ليه؟ بيضربوا بعض، ده يعمل اوفر ده يعمل اوفر، ده مش عارف ايه، ده بيبسي وكوكا يعتبروا رايفل، تمام. مين تاني مش عارف، مفيش حاجه في دماغي، تمام، يعني عايز اقول لك الحاجات اللي هم ايه نديه، تمام. فيبقى انت ability to rival firms to respond to change، يعني مثلا لو كوكا عملت افتكاسه،
تمام، عملت مثلا كوكا بالليمون، تمام، نزلت كسرت الدنيا. كوكا كولا بالليمون ازاي يعني؟ طلعت طعمها حلو في الاخر، تمام. فبيبسي لازم ترسبوند للتشينج، ليه؟ عشان واحده من الرايفلز بتوعها، الرايفل الرئيسي بتاعها او المين كومبيتور، طالعه بافتكاسه، تمام، عمل كوكا بالليمون، فلازم بيبسي ترد. ترد بقى ايه؟ تعمل بقى كوكا بالليمون زيها، او تعمل كوكا بالبطيخ بقى. يعني لازم يحصل ايه؟ يبقى في the ability of rival firms to respond to change. يبقى في respond، يحصل رد فعل للتغيير. If a firm in a competition with other firms that are able to respond to changes in various components affect business، زي ايه؟ زي regulation. ممكن زي مثلا ايه؟ شركات السجاير. شركات السجاير مثلا بيبقى فيه regulations، معناها خصوصا في الدول الأجنبية بيبقى فيه regulations معينة عشان تقلل من قدرة الناس ان هم يشربوا سجاير، او تقلل من حتة يعني مثلا ممنوع مثلا ان شركات السجاير تعمل اعلانات على البيلدينجز او على البانرز، ممنوع، تمام، في دول كتيرة. يعني ما ينفعش مثلا وانت ماشي في الشارع تلاقي بانر كده مثلا لاعلان شركة سجاير، ينفع؟ ممنوع. ليه؟ عشان قوانين بلد، عشان مش عايزين يشجعوا الناس ان هم يشربوا سجاير، طب مثلا يعني، تمام. فده regulation. طب ان احنا يعني مش انا بقى، انا ما بحبش السجاير، ما بشربش سجاير، الناس اللي بتصنع السجاير هترسبوند ازاي لحاجه زي كده؟ او الانبوت كوست، حضرتك مثلا كنت بتستورد حاجات والدولار كان ب 7 جنيه، دلوقتي بقى ب 17، هتعمل ايه؟ ليبر ايشوز، عندك مشكله في الليبر، عندك سترايك، عندك وات ايفر. تكنولوجي تشينجز، الناس كانت اقصى امل ليها بتجيب تليفون بفايبريشن، دلوقتي بقى في سمارت فون، في ابلكيشنز بيعمل لك كل حاجه. كونسيومر ديزايرز فور امبروفد كواليتي اند سيرفيس، الاول كان الكونسيومر لا ممكن قشطه يعني اللي موجود يشتريه وخلاص، دلوقتي الكونسيومر بقى بيكي. ليه بيكي؟ ان هو بقى عنده اكسس على الانترناشونال ماركت. يعني بمعنى صح، احنا زمان ما كانش فيه انترنت بقى ومش عارف وايه واكسس على العالم الخارجي، فانت الحاجات اللي بتشوفها في القناه الاولى والقناه الثانيه، ولو انت في اسكندريه يبقى معاك القناه الخامسه، تمام، دي الحاجات اللي بتشوفها فقط، ما عندكش حاجه غيرها، تمام. الحاجات اللي على ايامنا برضو ما كانش فيه مثلا هايبر بقى وكارفور ومش عارف وايه، انت اخرك يعني كان بقى اللي تحت بيتك، فانت ما كانش عندك اكسس على الحاجات دي. لكن دلوقتي بقى في الاكسس على الانترناشونال ماركتس بقى كبير، انت ممكن ما تشتريش حاجه من انت حتى مش هقول لك انت بتروح المول دلوقتي، انت بتشتري من اي باي، بتشتري اونلاين، تمام. فانت الكونسيومر ديزاير، انت كراجل كونسيومر، الديزاير بتاعك للامبروفد كواليتي سيرفيس، انا ليه اشتري حاجه مضروبه من المول ده، ما انا ممكن اشتريها اونلاين وهتبقى كواليتي اعلى وسيرفيس احسن وهكذا. يبقى كل الحاجات دي لازم الابيليتي اوف رايفل فيرمز تو ايه، تو ريسبوند تو تشينج. فالتاني حاجه ادفرتايزنج اوف رايفل فيرمز، مهمه جدا. زي ما قلت لك مثلا زي اشهر مثال بيبسي وكوكا، موبينيل، فودافون اتصالات، او دلوقتي بقى اسمها اورنج، اورنج فودافون اتصالات، كل واحد فيهم ايه؟ ادفرتايزنج. وده علم كبير، علم الادفرتايزنج والماركتنج، وانت ازاي تخلي يعني ازاي تخلي الناس على طول قدامهم اسم كوكا، قدامهم اسم بيبسي، فودافون اتصالات، كوكا، موبينيل، كل شويه. يعني انت في ناس حتى بتقعد تفكر كده تقول لك هم ليه بيدفعوا كميه الفلوس الوهميه دي مثلا عشان كوكا مثلا؟ طب انا عارف الكوكا كولا، هو انا مثلا محتاج اعلان يجيب لي فيه 12 ممثل يدفع فيه بتاع مش عارف كام مليون عشان يقول لي اشرب كوكا كولا؟ طب انا عارف كوكا كولا وبشربها اوريدي، ليه محتاجها؟ ليه محتاج الاعلان؟ دي حاجه مهمه، لازم تفكر الناس، تفضل ورا الناس، اشربوا كوكا كولا، اشربوا كوكا كولا، وهكذا. ده بيتدرس في علم الماركتنج والادفرتايزنج، تمام؟ بعيدنا بقى طبعا مش هنخش دلوقتي في الموضوع ده اوت اوف سكوب خالص، يعني مش بنتكلم سي بي اي خالص ده، تمام؟ فيعني بس ده حاجه من الحاجات المهمه اللي بتاثر عليك ككومبيتيشن. يبقى ادفرتايزنج اوف برايفت فيرمز، if private firms are like to spend large amount of money in advertising aimed at changing consumer preferences and creating loyalty، اهم حاجه ان هي تكريت لويالتي،
احنا يقول لك مثلا بتاع فودافون مثلا، يقول لك احنا فودافون، انت فودافون، انا فودافون، مش عارف، هو عايز يحطك جوه قالب ان انت ايه، انت تبع فودافون، انت فودافوناوي، تمام؟ يعني انت ايه، انت بالنسبه لك بقيت لويال للبراند، حتى اسمها براند لويالتي، تمام؟ ده ابروش، ده حاجات هم بيعملوها عشان يبوش عليك بحيث انك تفضل وراك، يفضل وراك. The impact of the competitive factors. طبعا لما يحصل حاجات زي كده بيبقى فيه كومبيتيشن اعلى، فودافون نازله باعلانات، فتلاقي اورنج نازله باعلانات، فتلاقي كوكولا، فتلاقي بيبسي، وهكذا. طبعا ال R&D of rival firms مهمه جدا جدا جدا. ال R&D research and development، يعني بمعنى صح البرنس اللي اخترع الكوكولا اللي بالليمون ده واحد برنس، ليه؟ حامل كوكولا ومعاه ليمون. انا ما اعرفش في كده ولا لا، انا اصلا ما بشربش كوكولا اصلا، انا ما بحبهاش اصلا، بس يعني يعني ايه بفترض يعني، تمام، ان حد عمل كوكولا بالليمون، فالراجل ده برنس، ليه؟ عمل كوكولا بالليمون. فبتوع بيبسي هيقلقوا ليه؟ ده الـ R&D الـ Research and Development بتوع كوكولا عمل افتكاسة جديدة، عمل كوكولا بالليمون. فبتوع بيبسي قلت لك ايه، لازم هما كمان يستثمروا في الـ R&D، على الاقل يعملوا زيهم يعني، يعني لازم ينزل هو كمان بكوكولا بيبسي بالليمون، او يفتكس بقى حاجة جديدة وينزل لك بيبسي بالبطيخ عشان يشوف بقى ايه، يعني هو كمان يفتكس حاجة جديدة حلوة، تمام، وهكذا. طبعا بتكلم عن بيبسي وكوكا، او مثلا بتكلم مثلا على سامسونج وابل، او ايفون وسامسونج. إيه مثلا ايفون عملت مش عارف الفيس ريكوجنيشن، سامسونج عامله فيس ريكوجنيشن، وهكذا. اللايسنس اوف برايفت فيرمز اند سبلايرز مهمه جدا جدا. التحالفات يا معلم. يعني لازم يكون عندك تحالف مع السبلاير بتاعك، تمام، ودي حاجه احنا كنا شرحناها قبل كده حتى في جاست ان تايم. لو انت قبل ما تعدي على الايكونومكس كان في جزء كده بتاع الكوست والحاجات دي كلها والكوست مانجمنت والحاجات دي كلها، وكان في حاجه اسمها جاست ان تايم، ومن الجاست ان تايم اللي هو الجابانيز كونسبت، اللي هو انت عندك ما عندكش انفنتوري، انت الانفنتوري بتجيبه لما تحتاجه، الانفنتوري بتجيبه لما حد يطلب منك حاجه فقط لا غير. فده محتاج ان انت تعمل بليس ريلاينس على السبلاير بتاعك بطريقه سيجنيفيكانت. يعني ايه؟ يعني انت السبلاير بتاعك مش جاست علاقه سبلاير وخلاص، احنا بنسميها استراتيجيك ريليشن شيب، يعني بمعنى صح بيبقى فيه علاقه مهمه جدا مع السبلاير بتاعك، بحيث ان انت ما ينفعش تكلمه مره تقول له انا عايز مثلا 100,000 كرتونه فيقول لك ما عنديش، ما ينفعش، انت رقبتك متسلمه له. فلازم يكون فيه استراتيجيك الاينس او استراتيجيك ريليشن شيب بينك وبين السبلاير بتاعك، وده بيأثر عليك ليه؟ عشان انت لما حته ان انت تبيع محتاج يكون عندك البرودكت اللي هتبيعه، فمحتاج يكون عندك السبلاي تشين اللي هيدعم ده، فمحتاج يكون عندك سبلاير ايه؟ سبلاير كويس. فانت طول ما السبلاير بتاعك كويس فانت هيأثر في مدى الكومبيتيفنس بتاعك. في other factors بقى بتأثر بتزود الـ competition. ده ايه مثلا؟ قال لك competition becomes even stronger force affecting the firm when the market is not growing fast. يعني بمعنى صح الماركت مش بينمو بالصورة الكافية. فمعنى كده ان الماركت اصلا طف، الماركت مش بيكبر، فاحنا هنقعد بقى ايه نقطع في بعض، تمام؟ يعني برضه خد الاكزامبل مثلا بتاع مثلا الشبكات المحمول في مصر. كان عندك كام واحد كان معاه تليفون محمول ايام ما كانت موبينيل لوحدها، وبعد كده لما فودافون دخلت، وبعد كده لما اتصالات دخلت، وخلاص العدد بدا ايه، خلاص الماركت بدا الاول كان الماركت بيكبر 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 بسرعه بسرعه بسرعه، ان الناس الاول ما كانش معاهم موبايلات كتيره، وفي ناس تقول لك لا يا عم انا ما شايلش موبايل، دلوقتي خلاص الموضوع ما بقاش اوبشن، دلوقتي كل واحد معاه موبايل، تمام، وساعات معاه موبايلين كمان، تمام. فالماركت كبر كبر كبر، بس هيوصل مرحله خلاص مش هيكبر. فلما الماركت يثبت او يبقى النمو بتاعه قليل ساعتها الكومبيتيشن هتزيد، احنا كشركات هنكسر بقى في بعض. In contrast
in fast growing markets compared to are usually able to sustain profitability without having to take market share from other rivals. ليه؟ قال لك اصل لو الماركت بيكبر بسرعة الكومبيتورز اصلا مش قشطه يعني قاعدين مفخدين يعني قاعدين مفخدين يعني قشطه يعني الماركت بيكبر واحنا بنكسب وهم بيكسبوا والدنيا كلها مبسوطه والناس كلها سعيده وقشطه يعني الدنيا ماشيه. فلو الماركت بيكبر بسرعه الكومبيتيشن مش قويه. ليه؟ عشان كده كده الماركت بيكبر بسرعه وانا باخد ماركت شير والكومبيتور بتاعي بياخد ماركت شير وكلنا مبسوطين. لكن لما الماركت يبقى ما بيكبرش او بيكبر بس بسرعه قليله لا احنا هنقعد نكسر في بعض. Several equal size firms exist in the market. لما يبقى عندك شركات كتيرة أو شركات متعددة قد بعض في حجم ده يزود الكومبيتيشن كتير. ليه؟ أصل فرق الحجم برضو بيفرق. يعني صعب تقارن عم صالح تمام عم صالح البقال بكارفور. مستحيل. مش معنى عم صالح يتم الاستغناء عنه. ليه؟ ان عم صالح له ماركت معين له حاجات معينه ان في حاجات بتجيبها من عند عم صالح وفي حاجات بتجيبها من كارفور. فالاكزيستنس بتاع عم صالح جنب كارفور مناسب مع ان ده كاتيجري وده كاتيجري بس عشان الاثنين موجودين. لكن تخيل مثلا ان كارفور في مصر مثلا في مثلا كارفور وهايبر باندا بتاع السعوديه جه فتح في مصر مثلا ولولو بتاع الامارات جه فتح في مصر كل دول فجاه فتحوا في مصر. فهتلاقي ان بدل ما كان في واحد بس هو اللي بيدومينيت الماركت ده هتلاقي كلهم لولو مثلا بتاع الامارات هو اصلا هندي بس بعيدا عن التفاصيل في لولو بتاع الامارات الناس اللي عايشه في الامارات عارفينه تمام او مثلا هايبر باندا بتاع السعوديه. تخيل دول فتحوا في مصر مع كارفور. لا الموضوع هيبقى الكومبيتيشن اقوى اقوى جامد. ليه؟ عندك فيرمز او شركات نفس الحجم وموجودين مع بعض. Customers do not have strong brand preferences. دي مصعبة دي تزود الكومبيتيشن بص بطريقة غير عادية. ليه؟ يعني في واحد يقول لك انا بتاع ايفون انا ايفون ايفون 1 ايفون 10 ايفون جن ازرق انا ما بجيبش غير ايفون. واحد تاني يقول لك لا انا بتاع سامسونج انا ما بجيبش غير سامسونج. طب يبقى ايفون الايفون يوزر خلاص هو عنده لويالتي للايفون السامسونج يوزر عنده لويالتي للسامسونج. فسامسونج عندها ماركت معين بيزد على اللويالتي وايفون عندها ماركت معين بيزد على اللويالتي. طب لو عندك ماركت ما فيهوش لويالتي يعني رحت مثلا لماركت قال لك ايه يا عم ما هو ده بيقول الو وده بيقول الو ايفون بقى سامسونج هواوي مش عارف ايه كله في الاخر ايه بيقول الو ده اسمه ايه كاستمرز do not have strong brand preference. يقول لك ايه اي حاجة الارخص اهو كله بيقول الو في الاخر ده يبقى ماركت صعب ماركت مور كومبيتور. ليه؟ ان لو ايفون دخل وزود السعر مش هيكسب مش هيبيع. هيقول لك احنا ايفون احنا مش عارف احنا الديورابيليتي احنا التكنولوجي يقول التكنولوجي من يابا. انت داخل في ماركت يقول لك احنا عايزين حاجة تقول الو الو خلاص. يبقى لو انت عندك ماركت مفهوش كده بيبقى الكومبيتيشن فيه ايه اكبر. The cost of existing the market exceeds the cost of continuing to operate. يعني ايه حته ان انت the cost of exiting the market exceeds the cost of continuing to operate. يعني التكلفه ان انت تطلع من الماركت اكتر من التكلفه انك تكمل حتى لو بخساره. يعني زي مثلا انت تخيل مثلا اتصالات بعد ما دفعت كم مليار عشان تاخد الرخصه بتاعت المحمول في مصر لقيت ان هي ما بتكسبش فممكن تقول خلاص بقى احنا ايه احنا نفكس ونقفل نقفل نجيب ضرافها ونروح نرجع بقى على الامارات تمام. طب بس انت عشان تاكزيت الماركت انت هتخسر مليارات انت دفعت مليارات كتير. فانت ممكن يبقى تكلفه انك تخرج من الماركت اكتر بكتير من تكلفه انك تكمل في الماركت حتى لو هتكمل بخساره. ده هيبقى ماركت فيري كومبيتيتيف. Some firms profit from making certain moves to increase market shares and the various firms employ different types of research. وطبعا في الاخر كلام مرسل يعني ان في شركات بتعمل moves معينة بتنقل حاجات معينة او بتعمل حاجات معينة عشان تكسب market share مش طيب. طيب يبقى دي تاني نقطة اللي هي ايه market competitiveness او intensity of competition.
existence of substitute products اتكلمت عنها قبل كده. اصل انا لو في بديل للبرودكت ده غير لما ملوش بديل. بمعنى فاكرين في مصر، ما انا عارف ان في ناس من بره مصر بتتفرج، بس يعني انا بدأ اقول امثله على مصر عشان ده اللي حاضره في دماغي. الناس اللي مش متابعه، الناس اللي غير مصريين، كان في عندنا في فتره من الفترات عندنا ازمه في الحديد اللي بيتبنى بيه اسياخ الحديد. ليه؟ عشان كان في فتره معينه في اشخاص معينين محتكرين الحديد، تمام؟ هل الازمه دي كانت هتحصل لو كان في بديل عن الحديد؟ يعني مثلا هل ينفع مثلا الناس تبني مثلا بحاجه غير الحديد؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ ما فيش. هو يعني التكنولوجي اللي عندنا او الكونستراكشن ستراكشر بتاع مصر ان هو بيبنوا بحديد، تمام؟ فلازم حديد. فلو في سبستيتيوت برودكت، ساعتها الناس اللي كانت محتاجه للحديد ده كان الموضوع هيختلف. لكن عشان ما فيش سبستيتيوت برودكت، ساعتها الدنيا ايه؟ لا، ده انا هقول كذا يبقى كذا، هزود السعر يبقى كذا، هقلل السعر. ليه؟ عشان ما فيش سبستيتيوت برودكت. لكن لو في سبستيتيوت برودكت، ساعتها لا، الموضوع يختلف. بمعنى في مشكله في الرز، قشطه، يعني ممكن ناكل مكرونه. في مشكله في المكرونه، قشطه، ممكن ناكل رز، تمام. في مشكله في السكر، قشطه، السكر اصلا مضر بالصحه، ممكن نقلل في السكر. يعني في حاجات لها سبستيوت وفي حاجات ما فيهاش سبستيوت. في حاجات لو زودت السعر بتاعها دولار لا مش هشتريها، وفي حاجات صعبه. فاكر الموضوع ده اسمه ايه؟ الالاستيستي. ارجع مش المحاضره اللي فاتت، المحاضره اللي قبليها، ارجع للالاستيستي وافتكر هل البرودكت ده الاستيك ولا الاستيك. المرضى اللي بياخدوا الدواء هل عندهم سبستيوت؟ يعني مثلا الراجل مثلا اللي بياخد دواء السكر، اللي بياخد الانسولين، هل في سبستيوت؟ يعني مثلا لو الانسولين غلى هياخد ريفو مثلا، هياخد كاتافاست مثلا؟ لا، ما ينفع. هو لازم ياخد ايه؟ انسولين. يبقى ما فيش سبستيوت. فكره وسط. دي تالت عنصر. العنصر اللي بعديه البارجنينج باور اوف كاستمرز. يعني ايه البارجنينج باور اوف كاستمرز؟ يعني معنى صح القوه بتاعت الكاستمر. هل الكاستمر هو للأبر هاند ولا لا؟ بمعنى هترجع تاني لطبيعه الماركت، هترجع تاني لطبيعه الماركت. بمعنى نقول على اكزامبل مشهور جدا، الانترنت في مصر. الناس كلها بتشتكي من الانترنت في مصر. ليه؟ عشان التي داتا اللي هي الشركه المسيطره على الانترنت في مصر هي اسوأ شركه ممكن تديك انترنت في الدنيا، تمام؟ يعني مش في مصر، في الدنيا كلها، تمام؟ بس هي عشان ما فيش غيرها او لظروف معينه او طبيعه السيرفيس ما فيش اوبشنز كتيره، فاحنا ككاستمرز ما عندناش الابر هاند ان احنا ننيجوشيت. او مش ما خلاص بقى هنعمل ايه؟ احنا عايش من غير انترنت، قشطه، يعني هنضطر ايه؟ اخرنا نقعد نشتم فيهم ونهزقهم ونقلش عليهم وخلاص، انا مش عنديش حاجه تانية. لكن لو انت مثلا بتتكلم على مثلا برودكت معين، مثلا اللحمه مثلا، والله مثلا اللحمه لما بتزيد لا الناس ممكن تتجه الى الفراخ. يبقى البارجنينج باور اوف كاستمرز ايه ده؟ طب ما هو ده مش يعتبر زي السبستيوت؟ هي كلها بتربط ببعض، انت باقي الفاكتورز كلها بترمي على نفس الموضوع. فالبارجنينج باور اوف ذا كاستمرز، اف بايرز ار ان ا بوزيشن تو بارجن وذ سبلايرز اون ذا كونديشن اوف سيرفيس برايس اند كواليتي، ذي ار سترونج فورس ان ذا كومبيتيتيف ماركت ان ويتش ذا ماركت اوف ذا فيرم اوبريتس. يعني لو انا عندي الابر هاند، انا اقول لك والله الانترنت بتاعك زي الزفت، او سعرك زي الزفت، او الكواليتي زي الزفت. لو انا عندي الابر هاند فهقول لك انت يا مثلا يا شركه اللي بتدي انترنت بتاعك قذر، فانا مش هكمل معاكي وهروح لشركه ثانيه. يبقى انا ساعتها عندي البارجنينج باور، اسمها عندي البارجنينج باور. لكن لو ما عنديش، لو ما فيش غيرها،
يبقى انا ساعتها ما عنديش الباجنينج باور. هل دي تفرق؟ طبعا تفرق. يعني تي داتا دلوقتي مثلا ليه قاعده برنسي كده مقضياها وقشطه، الناس تقعد تقلش وتشتم وتعمل وتقول لك الانترنت السلحفه والحاجات دي كلها قشطه، يعني هي عارفه ان ما فيش بارجنينج باور للكاستمر، فالكاستمر ما عندوش الابر هاند، فقشطه يعني لو هتروح تسيبني ما فيش حد غيري بمعنى صح. طيب باير زي مثلا وول مارت ستورز، ده من المحلات المشهوره في امريكا. وول مارت ده بيبيع حاجات كتيره جدا، يعني زي مول كده كبير بيبيع من ابره للصاروخ. تمام، is a retailer that's known to have a strong position when it comes to bargaining with suppliers. يعني بمعنى صح وول مارت عشان مشهور جدا في كل شارع في امريكا، فلما هو وول مارت عنده سبلايرز، يعني وول مارت هو بيبيع لك حاجات، فالحاجات دي بيجيها من سبلايرز، بس وول مارت عشان مشهور، وول مارت من اكبر الشركات الموجوده في امريكا، فعنده الابر هاند. يعني انت عشان تبيع حاجه لوول مارت، ده انت يعني ده وول مارت هو اللي يتعطف عليك ويشتري منك عشان هو عنده اكبر سلسله محلات في امريكا مثلا. Buyers may be quite price sensitive and change products solely based on price, or they may have brand loyalty and strong preference that they will stay with the product regardless of the price. Oftentimes depending on the elasticity of demand. زي ما قلت لك الموضوع ما فيهوش يعني واحد يعني ابيض واسود، الموضوع بيعتمد على ايه؟ على الاستستي. زي ما قلت لك مريض السكر اللي بياخد انسولين ما عندوش اوبشن، لكن الناس اللي بتاكل الشوكولاته اللي مش عارف النوع اللي مثلا الناس مثلا لو الكيت كات غلط او مش عارف الشوكولاته اللينت شوكليت غلط، يا عم ما تاكل كورونا يا عم، مالها كورونا؟ كانت ب 75 قرش كانت بالمستيكه دي. تمام، على ايه ما عارفش دلوقتي بكام، بس كانت موجوده يعني. تمام، فانت الالاستيستي بتاعت الديماند، انا لو الكيت كات غلط مش هاكل كيت كات، هاكل كورونا، لكن لو الانسولين غلى هضطر اخد انسولين برضه. تمام، فيبقى حاسب الالاستيستي بتاعت الديماند. لارج فوليوم اوف فيرمز بزنس هاي باير كونسنتريشن، مهمه جدا. If one group of customers makes up a large volume of the firm's business, the bargaining power and negotiating power of the customer will significantly affect the competitive environment of the firm. And the strategy should also focus on pleasing this group of customers. بمعنى مهمة جدا جدا، لو أنا ببيع حاجتي لفئة معينة والفئة دي تمثل أغلب الريفنيو بتاعي برضو حسب البرودكت بتاعي. يعني مثلا سي مثلا يا سيدي انا ببيع مش عارف ولا ببيع ايه، ببيع مثلا ادوات موسيقيه مثلا، يعني تمام الات موسيقيه جيتار بقى ومش عارف حاجات دي. تمام، انا الماركت بتاعي بيعتمد على مين؟ على الناس اللي بتعزف مزيكا. تمام مثلا، يعني يبقى انا هما كده نقابة الموسيقيين. تمام، لو هما بيشتروا مني وهما كقوة بالنسبة لهم او بالنسبة لي هما لهم الابر هاند، هما عندهم لارج او عندهم هاي بارجينج باور. ليه؟ انا لو طقشت مع نقابة الموسيقيين وانا اللي ببيع الالات الموسيقيه، لو انا طقشت معاهم مش هيشتروا مني، هيشتروا من غيري. وحيث ان انا الماركت بتاعي او البرودكت بتاعي بيعتمد على كونسنتريشن، اسمها هاي باير كونسنتريشن، يعني انا عندي تمركز في فئه معينه، فئه الموسيقيين، فلو هم قفشوا عليا وما اشتروش مني فانا كده لبست في الحيطه. تمام، يبقى انا الاستراتيجي بتاعتي ان انا ايه؟ الزبون لازم ابسط الزبون على حق، الراجل ده لازم يتبسط. تمام، الراجل بقى بيتدلع بيتمرقع زي الزفت زي الحلق، الراجل ده لازم يتبسط. ليه؟ عشان ده عنده هاي بارجنينج باور، عنده الابر هاند، عنده هاي باير ايه كونسنتريشن. تمام، وده العكس بالعكس، لو انا مثلا ببيع شيبسي. تمام، فايش ده يعني انا ببيع شيبسي لاي حد، يعني
الاطفال الصغيرين بياكلوا شيبسي، الرجاله الكبار بياكلوا شيبسي، الستات بياكلوا شيبسي، الشيوخ بياكلوا شيبسي، يعني كل الناس بتاكل شيبسي. فما عنديش فئه معينه هي اللي ما عنديش هاي باير اي كونسنتريشن. في حاجه افيلابيلتي اوف انفورميشن مهمه جدا. دي انا لسه من شويه في زمان لما انت كان عندك القناه الاولى والقناه الثانيه والقناه الخامسه لو انت من اسكندريه، فانت معلوماتك عن البرودكت بتاخده من الثلاث قنوات دول، تمام؟ اخرك تمام. المحل ما كانش فيه ايامنا ما كانش فيه مولات، تمام؟ حته بقى المول الكبير اللي فيه براندات ومش عارف، ما كانش فيه الكلام ده، تمام؟ اخرك يعني واحد صاحبك مسافر بره يجيب لك حاجه من بره وهو جاي، تمام؟ فانت المعلومات اللي عندك، المعلومات اللي عندك محدوده في الحاجات اللي انت بتجيبها من اللوكل، سواء من التلفزيون اللوكل على عيالنا او في المحلات اللي حواليك، تمام؟ فقط لا غير. عشان ما كانش في availability of information، هوبا فجاه الماركت كرر وبقى عندك هايب، بقى عندك مولات كبيره وفيها براندات وفي حاجات جايه من بره وفي مليون حاجه، فالانفورميشن زادت. هوبا النت فتح، بقى عندك availability وعندك اونلاين، ايه؟ عندك اونلاين ماركت. انت ممكن من السمارت فون بتاعك تخش على اي اونلاين ستور وتشتري اللي انت عايزه من تليفونك. يبقى الافيليبيلتي اوف انفورميشن خلت عندك ايه؟ لا بقى، ده لما اروح للراجل اللي جنبي المحل اللي جنبي يقول لي ده الكوتش ده احسن كوتش في الدنيا، ده الكوتش ده ماركت اديبوس، تمام؟ تقول لا، ده الفتره دي خلاص خلصت، فتره اديداس اديدوس واديبوس والكلام ده، ده طلع اسمها ايه في الاخر؟ طلع اسمها اديداس، وليها ويب سايت. وعلى فكره هي اديداس فيها تلات شرط مش اربعه ومش اتنين، احنا كان بيضحك علينا يعني ايه للصباح الباكر، تمام؟ ده حصل نتيجه ايه؟ الافيليبيلتي اوف انفورميشن. لما حصل ان انت بقى عندك اكسس على انفورميشن، بقى عندك ايه؟ بارجنينج باور اعلى، غير لما يكونش عندك ايه؟ افيليبل انفورميشن. بايرز لو كوست اوف سويتشنج برودكت مهمه جدا. لو انت ما عجبكش، لو انت مش عاجبك شبكه المحمول بتاعتك هتعمل ايه؟ هتحول. يعني انا مثلا مع فودافون وشايف ان فودافون مش حلوه، هعمل ايه؟ هحول لاورنج، تمام؟ او هحول ثواني معلش الموبايل ماله. شكرا شكرا، معلش انا اسف، هات لي الموبايل هايز. المهم، فانت لو انت الموبايل هايز فودافون شكله لو انت مثلا لو انت كنت فودافون ومش عاجبك هتعمل ايه؟ هتحول اورنج، هتحول اتصالات. هل في تكلفه ان انت تحول من شبكه لشبكه؟ لا، انت ببساطه هترمي الكارت وهتروح تجيب كارت جديد. ده حتى الكارت الجديد بقى ايه؟ بقى ببلاش دلوقتي. زمان اول ما الخطوط نزلت، تفتكر الخط كان بكام؟ الخط كان ب 1200 جنيه. و 1200 جنيه زمان كان مبلغ، يعني 1200 دي ثروه، تمام؟ يعني ده مين ده اللي كان معاه 1200؟ ومين ده اللي كان يدفع في خط تليفون 1200 جنيه؟ هل انت لو ما كانتش عجبك السيرفيس ايام ما كان الخط ب 1200 جنيه قرارك ان انت تغير السيرفيس زي قرارك دلوقتي؟ لا طبعا. زمان عشان تغير من شركه لشركه تدفع في الخط 1200 جنيه. ما يا عم حلو، انا مبسوط كده. لكن دلوقتي انت لو بس الشبكه يعني شويه كده مش عاجباك شويه، يا عم ارمي ام الكارت وهات لك كارت تاني من شبكه تانيه، صح؟ ده بيأثر عليه على البارجنينج باور. لو الكوست اوف سويتشنج برودكتس فيري لو، يبقى انا عندي هاي بارجنينج باور. ليه؟ انا عندي الابر هاند. فودافون مش عجباني هروح لاورنج، اورنج مش عجباني هروح لفودافون، عشان مفيش تكلفه للسويتش. لكن لو في تكلفه للسويتش، لا يا عم فودافون حلو انا مبسوط كده، تمام؟ طيب هاي نمبر اوف الترناتيف سبلايرز، طبيعي لو مفيش غير فودافون بس اكيد ما عنديش ايه؟ ما
باجنين باور. لكن في فودافون وفي اتصالات وفي اورنج وفي مش عارف في الشركه الرابعه داخله، لا ساعتها الموضوع هيختلف. فلو في عندك سبلايرز اكتر هيبقى انا عندي هاي ايه بارجنينج باور، عشان لو انت مش عاجبني في غيرك، لكن لو مفيش يبقى انا عندي لو ايه بارجنينج باور. يبقى دي بارجنينج باور كانت ايه بتاعت الكاستمرز. البارجنينج باور بتاعت السبلايرز يعني ايه بارجنينج باور بتاعت السبلايرز؟ يعني بمعنى صح البارجنينج باور للسبلاير بتاعك. يعني انا اتكلمت من ناحيه وجهه نظر كاستمر، انا بتكلم من وجهه نظر السبلاير. هو السبلاير ايه علاقته بالموضوع؟ لا السبلاير من حاجات السبلاير بتاعك هو شريك نجاحك. لو انت عندك سبلاير ريلايبل ونضيف فانت هتنجح. لو السبلاير بتاعك ضايع فغالبا انت كمان هتضيع. تمام؟ فالسبلاير بتاعك عنصر اساسي في نجاحك. When the bargaining power of suppliers of inputs into the production process is high, suppliers can take profits away from the firm by simply increase the cost of the inputs to the firm's production process. يعني عارف انت الفيلم بتاع عادل امام اللي هو لما كانوا بيبيع خضار، تمام؟ لما قال له يا معلم بيع لنا باسعار امبارح، لما قال له مش عارف المانجا كانت امبارح بكام والنهارده بكام، فالناس راحت للمعلم قالوا له يا معلم طب احنا عايزين سعر امبارح، قالوا لا تاخد بسعر النهارده. هو التاجر لما راح للمعلم قال له يا معلم عايزين سعر امبارح، ليه قاعد يترجاه كده؟ يعني ليه التاجر راح للمعلم وقال له يا معلم عشان خاطرنا عايزين سعر امبارح؟ عشان مفيش غير معلم واحد. يبقى السبلاير ممكن يبقى عنده باور، ممكن يبقى عنده بارجنينج باور، ممكن لا. تفرق بايه؟ في السبلاير. هو التاجر لو كان في معلم تاني زي بعد كده اللي شاف الفيلم لما المعلم قال له لا مش هبيع لكم بسعر امبارح، ففي ناس تانية راحت جابت بضاعه من مش عارف من السنبلاوين باين وجم بعربيه نقل وقال لك البطيخه بجنيه وحاجات او مش عارف كانت وات ايفر، يعني مش هتخش في التفاصيل. فالناس فالتجار اللي كانوا واقفين قدام المعلم وقاعدين يترجوه يقولوا له يا معلم سعر امبارح، ويقولوا لا، عملوا ايه اول ما شافوا العربيه التانية جت؟ ساب المعلم وراحوا ايه؟ راحوا اشتروا من التانيين. ليه؟ عشان في سبلاير تاني. يبقى انت لما يكون عندك في كذا سبلاير الباجنينج باور بتاعك بتقل، لكن لو مفيش غير معلم واحد مفيش غير سبلاير واحد يبقى الباجنينج باور بتاعك بتزيد، ان ساعتها المعلم هيقول لك ايه؟ انا هزود السعر انا حر. طبعا بيفرق طبعا حسب نوع البرودكت وحسب الماركت وحسب حاجات كتير جدا، يعني برضو الموضوع احنا كنا فيه كده. طيب لو عندك firm is unable to change supplier، مهم جدا. لو انا مش عارف اغير السبلاير بتاعي لاي سبب، فعلى فكره ساعات بتبقى اسباب جغرافيه. يعني انا مثلا سي مثلا انا الماركت بتاعي في حته معينه، حته نائيه، حته بعيده، والسبلاير بتاعي موجود هناك، مفيش غير واحد بس هناك، وعشان اجيب سبلاير تاني من حته تانية وينقل البضاعه للماركت بتاعي هتبقى تكلفه عاليه قوي، فانا مفيش حل تغير السبلاير اللي هناك ده. تمام؟ يبقى انا مش هعرف اشفت السبلاير، او مفيش سبستيتيوت، مفيش بدايل، ساعتها مين اللي هيبقى عنده الابر هاند؟ سبلاير. ساعتها هيبقى الباجنينج باور بتاعته عالي. طب العنصر الثاني ريبيتيشن اوف سبلاير اند ديماند فور اتس جود. يعني بمعنى صح لما السبلاير بتاعك يكون سمعته كويسه والكواليتي بتاعت الجودز بتاعته كويسه وفي ديماند على البرودكت بتاعه يبقى عنده ابر هاند. يعني لو انا مثلا ببيع نوع معين من المانجا، النوع ده مش موجود عند حد تاني، والناس كلها عارفه ان المانجا اللي انا ببيعها اللي هي من نوع معين ده مانجا من نوع الفاخر، تمام، ومش موجوده عند حد تاني، ساعتها هيبقى عندي ايه؟ هاي بارجنينج باور. ليه؟ عشان عندي ريبيتيشن وفي ديماند للجودز بتاعتي، الناس كلها عايزه المانجا بتاعتي عشان ما حدش تاني يبيعها، عشان اي نوع
فاخر، تمام، وهكذا. طيب يبقى دول خمس عناصر بتوع بورتر. يبقى بورتر طبعا، بورتر لو عرف ان انا بشرح العناصر بتاعته على المانجا، بصراحه الراجل يعني ايه هيقول لي كلام ابيح بصراحه، تمام. يبقى بورترز فايف فورسز اللي هم barriers to entry والmarket competitiveness والexistence of substitute products والbargaining power of customers والbargaining power بتاعة suppliers. types of competitive strategies. دلوقتي حضرتك عشان ترسبوند لكل ظرف من ظروف الإيكونومي حسب السوات analysis انت عملتها، سواء strength او weakness او أو الـ SWOT، so strengths, weakness, opportunities, or threats، لازم عندك competitive strategy. فقال لك building a competitive أو successful competitive strategy requires being able to attain some sort of competitive advantage. لازم عندك competitive advantage، ميزة تنافسية، while still holding customer loyalty and having the value of the customer. لازم برضو يبقى عندك customer loyalty وعندك إيه value للcustomer بتاعك. Competitive advantage in general. The overall competitive advantage is determined by the value of the firm offers to its customers minus the cost of creating that value. يعني competitive advantage اللي عندك هي ببساطة هي الvalue انت بتقدمها للcustomer بتاعك minus التكلفة بتاعت الvalue دي اللي انت بتقدمها. تمام؟ Firms that seek to achieve competitive advantage with respect to products will choose from two basic forms of advantage. يعني الشركات عندها اثنين او طريقتين عشان تأتشيف competitive advantage. اول واحدة الكوست leadership advantage، تاني واحدة هي product differentiation advantage او offering advantage. والاثنين دول شرحتهم المرة اللي فاتت، يعني لقيت على المحاضرة اللي فاتت هقولهم تاني بسرعة، بس انا كانت فيهم المرة اللي فاتت. يعني معنى صح، اول طريقة ان انت تلعب على ايه؟ تلعب على التكلفة. يعني ايه تلعب على التكلفة؟ تديهم حاجة low cost. يعني ايه حاجة low cost؟ حاجة بتكلفة قليلة. يبقى انت الحاجه اللي تقدمها تكلفتها قليله، فهتبيعها بايه؟ هتبيعها بسعر قليل. جميل. فدي حاجه نقطه بتلعب عليها، او نقطه انت ايه بتلعب عليها، دي اللي هي كوست ليدرشيب. النوع الثاني اللي هو الديفرنشيشن، هنا انت مش بتبص على الكوست بس بتبص على الديفرنشيشن، الاختلاف. ازاي هتخلي البرودكت بتاعك يبقى ايه؟ يبقى باين باين للمستهلك بتاعك، باين للكونسيومر. الكونسيومر بتاعك هيجيب البرودكت بتاعك عشان في حاجه مش موجوده في البرودكت الثانيه. يبقى انت الكومبيتيتيف ادفانتج بتاعتك يا اما هتجيبها عن طريق الكوست، تمام، يا اما ايه هتجيبها عن طريق ايه الديفرنشيشن. اتكلمت عنه المره اللي فاتت، مش عايز اقرا كتير عشان ما نضيعش وقت. تمام. بالنسبه للكوست ليدرشيب، تمام، خلي بالك من حاجه، انت لازم بالماتش تعمل ماتش البرايس اوف رايفلز. انت بتلعب اصلا على نقطه ايه؟ نقطه التكلفه. فلو المنافسين بتوعك قللوا السعر، انت لازم على اقل تقدير تقلل زيهم، تبقى زيهم ان لم يكن اقل كمان. ان لم يكن ايه؟ ان لم يكن اقل. فانت بتعمل ايه؟ فانت بتلعب على النقطه دي، ولازم تاخد بالك ايه من السعر. النقطه الثانيه اللي هي الديفرنشيشن، لا والله انا بعمل لكم حاجه مش موجوده عند غيري. انا بعمل تليفون في فايبريشن، ما فيش تليفون تاني في الدنيا فيه فايبريشن مثلا، يعني تمام. فيبقى ده اسمه ديفرنشيشن. فطبيعي ده هنا هيبقى فيه انكريس برايسز. طبيعي انت هنا بتزود السعر عشان انت بتبيع الديفرنشيشن. زي مثلا ابل مثلا ممكن تقول لك انا عندي حاجه في تليفوني مش موجوده في تليفون تاني. انا شخصيا لحد دلوقتي مش عارف ايه هي الحاجه اللي هي في تليفونهم مش موجوده في تليفون تاني، بس هم الناس اللي بتحب ابل تقول لك ده ابل، ده في حاجات مش موجوده في التليفونات التانيه. ايوه اللي هي ايه بقى؟ ايه ما بتعرفش. فدي في الاخر الموضوع يكلمك عن الكوره، يكلمك عن مكرونه، اي حاجه تانيه. بس هو بالنسبه له هو بيدفع مبلغ فلكي في تليفون عشان في حاجه مختلفه من وجهه نظره. تمام. طيب عندك 5 basic types of competitive strategies. اثنين منهم لهم علاقة بالكوست، واثنين منهم لهم علاقة بالديفرنشيشن، وواحدة البيست كوست بروفايدر. طيب الاثنين لهم علاقة بالكوست. أول حاجة cost leadership focus on a broad range of buyers، وcost leadership
focus on a narrow range of buyers. ده احنا بنسميها النيش range of buyers او narrow range. يعني انت ممكن يبقى انت الماركت بتاعك based على cost او based على differentiation. سواء based على cost او سواء based على differentiation انت عندك نوعين. يعني بص خدت بالك ان سواء تحت cost او سواء تحت differentiation انت ممكن يبقى عندك للبرود رينج او للنارو رينج في الكوست او برود رينج او نارو رينج فين في الديفرنشيشن. يعني بمعنى صح انت ممكن تلعب ان انت بتغطي برود رينج اوف بايرز. زي مثلا قلت لك ايه انت هتبيع شيبسي. الشيبسي هل ده له نارو رينج؟ يعني هل مثلا الاشخاص اللي فوق 12 سنه مثلا ممنوع ياكلوا شيبسي مثلا ما بياكلوش شيبسي؟ لا، اي حد بياكل شيبسي. العيال بياكلوا شيبسي، الكبار بياكلوا شيبسي، الناس كلها بتاكل شيبسي. يبقى انت الاستراتيجي بتاعتك هتبقى على النارو رينج ولا هتبقى على البرود رينج اوف بايرز؟ لا، هتبقى على البرود رينج اوف بايرز. يبقى انت هتارجت ماركت مش محدود، انت هتارجت ماركت كبير. لكن انت لما هتبيع الالات الموسيقيه هل انت هل الناس كلها بتعزف مزيكا؟ لا، تمام؟ ده في شريحه معينه من المجتمع بايه بتعزف مزيكا. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه نارو رينج اوف ايه اوف بايرز. النارو رينج او البرود رينج انت بقى ممكن تلعب على الكوست او تلعب على ايه على الديفرنشيشن. يعني تديهم حاجه بكوست قليله او تديهم حاجه فيها افتكاسه، تمام؟ تبيع لهم جيتار مثلا بيعزف لوحده، تمام؟ ده ديفرنشيشن، تمام؟ او تبيع لهم جيتار تكلفته قليله، ده اسمه ايه كوست فوكس، وهكذا. او بيست كوست بروفايدر، ده هنتكلم عنها كمان شويه، تمام؟ يبقى الكوست ليدرشيب استراتيجي زي ما انا قلت، مش هطول، انت اقرا بقى الكلام، بس نفس الكلام اللي قلته. انت الكوست ليدرشيب استراتيجي ورك ويل. انت لما تعمل كوست ليدرشيب استراتيجي الدنيا معاك ايه؟ تمشي الدنيا، ما تهربش منك. الكوست ليدرشيب استراتيجي work well in markets in which buyers have large amounts of bargaining power and are able to switch between competitive products without incurring significant cost. يعني بمعنى صح انت بتلعب على الكوست، صح؟ انا هنا بتكلم على ايه؟ على الكوست ليدرشيب. فانت بتلعب على الكوست، فانت محتاج حد، محتاج ماركت يبقى فيه البارجنينج باور بتاع الكاستمرز عالي. ليه؟ عشان الكاستمر هو هيبقى عنده الابر هاند. فانت لما هتقول له انا هبيع لك الكوبايه دي بسعر رخيص، فهو الراجل هيقول لي ايه؟ قشطه، انا هسيب الراجل التاني اللي بشتري منه كوبايات وهاجي لك انت عشان انت كوباياتك ارخص، وما فيش تكلفه هيتكبدها الراجل انه يوقف انه يجيب كوبايات من الراجل التاني ويجي لك انت، تمام؟ يبقى ساعتها الاستراتيجي دي هتنجح. يبقى الاستراتيجي هتنجح انت لما في هاي بارجنينج باور للكاستمر وفي لو كوست او نو كوست الايه للسويتش، تمام؟ such strategies also are successful in market with heavy price competition and where firms especially new firms can influence buyers to switch the product and then increase the customer base simply by cutting price of the product in the prior period. يعني معنى صحيح الاستراتيجي تنفع في الماركتس اللي فيها heavy price competition او الكومبيتيشن فيها بيعتمد على السعر. يعني بمعنى صح انا بالنسبه لي هبيع لك كوبايه وهي في الاخر كوبايه، تمام؟ او بالنسبه لك انت هي في الاخر كوبايه، يعني سواء تجيبها مني تجيبها من غيري هي في الاخر كوبايه. فلو الراجل التاني بيبيعها لك ب 2 جنيه وانا ببيعها لك بجنيه ونص، بالنسبه لك مش هتفرق ان هي في الاخر كوبايه، دي هيتشرف فيها ودي هيتشرف فيها، تمام؟ يبقى ده محتاجه ايه؟ مايند سيت معين، تمام؟ طب انت بقى موضوع الكوست ليدرشيب ده يفكس منك، يهرب منك وما ينجحش. قال لك if the firms focus too much on cutting costs on the current process they may overlook technological advances and keep lower costs لحد ما الدنيا ايه تهرب، تمام؟ or overlook the fact that consumers may want improvements to the product or may not care much about the existing floor price in their product. بمعنى صح ايه؟ زي مثلا قال لك ده انا هعمل لك تليفون ب 200 جنيه. ايه ده تليفون جامد قوي، حلو التليفون ده،
يقول لك اصل التليفون ده متقدم جدا، ده التليفون فيه فايبريشن. يا عم فايبريشن ايه يا عم، انا عايز سمارت فون، انا عايز سمارت فون عليه ابلكيشنز واعرف اخش منه على النت. ايوه بس ده، بس ده ب 200 جنيه. ايوه انا عارف انه ب 200 جنيه، بس انا عايز حاجه رخيصه بس في نفس الوقت، بس بص بقى كلمتي، بس في نفس الوقت محتاج على الاقل يكون فيها ابلكيشنز عشان اعرف اخش على الابلكيشنز واعرف اخش على الفيسبوك واعرف اخش على اليوتيوب. فانا عايز حاجه رخيصه. اه يعني بص بص الكلام، انا عايز حاجه رخيصه بس محتاج كذا 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 كذا. يبقى انت، انا انت ركزت ان انت تعملهم حاجه رخيصه قوي لدرجه ان انت اهملت حاجات بالنسبه لهم مهمه تكنولوجيكال او حاجات لا هم ستيل محتاجينها. فاه عملت حاجه رخيصه، تليفون بيقول الو، اه تليفون بيقول الو وفي فايبريشن، في فايبريشن بس ما فيهوش ابلكيشنز، ما فيهوش انترنت. يبقى ساعتها هل الناس هتشتري تليفونك؟ لا ده رخيص. ايوه رخيص بس رخيص بزياده يعني فاهمني، يعني انت رخصته قوي يعني فاهمني. طب حط فيه ابلكيشنز، طب حط فيه حتى اي حاجه، نغمات بوليفونيك، طب اي حاجه تمام. يعني انت ما ترخصوش لدرجه ان ايه الدنيا بتهوأ منك، فساعتها ايه الكوست استراتيجي ايه هتهرب منك. طيب ديفرنشيشن استراتيجي زي ما قلت لك شرحت لك قبل كده تمام، انت الديفرنشيشن استراتيجي تنجح، والله تنجح لما الناس اللي انت بتبيع لهم عايزين حاجه ديفرنت، بيبصوا على برودكت بديفرنت اسبيكت او في ديفرنشيشن او بيشوفوا الفاليو في البرودكت. زي مثلا لما تكلم صاحبك اللي مجنون ابل او مجنون ايفون، تقول له انت ليه تدفع فلوس كتيره قوي في تليفون، السامسونج ارخص من ايفون والسامسونج فيه كل الحاجات اللي موجوده في الايفون وممكن كمان احسن. يقول لك لا بس الايفون فيه حاجه مش موجوده في السامسونج، اللي هي ايه؟ يقول لك مش مصر وقعت مع السعوديه في كاس في نفس المجموعه في كاس العالم، فيغير لك الموضوع خالص تمام. بس هو الراجل مقتنع ان الايفون فيه حاجه مختلفه حتى لو مفيش، هو مقتنع تمام. ساعتها الاستراتيجي تنجح، انت تطلع ستيف جوبز كده قبل ما يموت، الراجل خلاص مات يعني، يطلع يقول لك على الستيج كده يقول لك الايفون ده فيه مش عارف كذا، والناس تنبهر واو ده فيه كذا، هو اصلا موجود قبل كده يعني. بس هو خلاص، هو الناس عندها لويالتي الايفون، شايفه ان لو ايفون بكره نزلت تليفون وقالت لك ده فيه فايبريشن، هتلاقي ناس هتقول لك ده ايفون فيه فايبريشن، مع ان الفايبريشن ده موجود ايام نوكيا يعني تمام. بس هو خلاص، فده الاستراتيجي الديفرنشيشن استراتيجي، تجيب قوي مع الناس دي، جيب لهم اي حاجه طالعه من ابل، جيب لهم سندوتش شاورما طالع من ابل وبيعه مثلا ب 5000 جنيه هيشتروه تمام. طب انت بقى الاستراتيجي دي فين؟ لما بقى ايه، لما تيجي بقى الناس ايه، ناس اللي هي يقول لك يا عم الكل بيقول الو، انت هتقول لك فيس مثلا، تخيل مثلا انت هتبيع لحد مثلا تليفون، تقول له التليفون ده مثلا ب 20000، ليه؟ عشان فيه فيس ريكوجنيشن، عشان انت تبص له يعمل انلوك. يقول لك يابا طب ما اعمل انلوك بصباعي، يا احط الباسكود وخلاص، او اعمل الباترن وخلاص، مش لازم يبص لي يعني. فهو الكونسيومر او الماركت بتاعك مش باصص قوي على الفاليو دي، هو باصص ناحيه الكوست اكتر يعني، مش فارقه معاه قوي الفيس ريكوجنيشن بيعمل انلوك، مش فارق معاه قوي الـ مش عارف الـ بتاع اللي عامله ده، هو مش فارق معاه الكلام ده. فساعتها الاستراتيجي ايه؟ تفشل. طيب اني احسن بقى، الديفرنشيشن ولا الكوست؟ والله بص يا برنس، الاثنين حلوين، ومفيش شركه في الدنيا بتادوبت حاجه 100% يعني. حتى ابل اللي هي الناس بتبص لك واو مش عارف ايه، ابل طلعت سندوتش شاورما ب 5000 جنيه هنروح نجيبه والكلام ده، ستيل برضو بتكومباين الاثنين مع بعض يعني. مفيش حد بيأدبت حاجة 100%، ممكن حاجة تضغى على حاجة حسب الماركت يعني. مثلا أبل هتلاقي الديفرنشيشن استراتيجي بتاعتهم أعلى بكتير من الكوست، بس مش معناه إن هما مش هيبصوا على الكوست يعني. إما مثلا في الآخر هيبيع لك تليفون مثلا بنص مليون جنيه مثلا، فساعتها محدش هيشتريه. فلا هو هيبص على الكوست، بس هو بيبص على الديفرنشيشن أكتر تمام. شركة تانية مثلا الكاتيل مثلا تمام، لا هتبص لك على الكوست، مش معناه إن هي هتبيع لك تليفون فيه فايبريشن، بس
لا هتبقى برضه تليفون فيه برضه ابلكيشنز كل حاجه، بس هي هتبص لك على الكوست اكتر منين؟ من الديفرنشيشن. فده ايه ده في ده ده اللي في الواقع، ده اللي في الواقع العملي. طيب حته بقى، يبيع للبرود رينج ولا يبيع للنارو رينج؟ نفس الكلام اللي قلته من شويه، هو الملخص اللي انا كل الكلام ده اللي ريت انت تقراه عشان ما تضيعش وقت فيه. يعني بمعنى صح، لو انت البرودكت بتاعك في ديماند كافي ان انت تقدم لنارو رينج دوس، بس لو مفيش يبقى هتفشل. تاني حاجة، يعني مثلا انت بتبيع ادوات موسيقية، فانت بتبيع لايه؟ لنارو رينج مش برود رينج. وكمان بقى مش ادوات موسيقية بس، ده انت بتبيع الاورج اللي مش عارف عامل ازاي، بس يعني حتى متخصص في حاجة في الادوات الموسيقية، مش بيبيع ادوات الموسيقى كلها. فانت يعني مش نارو، ده انت نارو نارو يعني، تمام؟ فانت لو ما عندكش الديماند الكافي اللي يغطيك ويغطي الاوبريشنز بتاعتك هتفشل. ما انت ما ينفعش تفتح عشان تبيع لخمسة ستة، تمام؟ لازم يبقى عندك عدد كافي من الديماند انه يغطيك ان انت ايه تفتح البيزنس بتاعك. فلو عندك قشطه، ما عندكش هتفشل. ده اول حاجه. تاني حاجه، انا عندي مثلا يعني عندي محل ببيع ادوات موسيقيه والدنيا زي الفل ونقابه الموسيقيين مبسوطه مني وكلهم بيشتروا مني. فواحد كده على اول الشارع قال لك ايه ده الراجل ده فتح ادوات محل ادوات موسيقيه الات موسيقيه وبيكسب، ما افتح زيه. ففتح زيي وواحد تاني فتح زيي، فبقينا بدل ما كان في محل واحد بقوا ثلاثه. بس الماركت ما كبرش، يعني هم الناس الموسيقيين في مصر هم يعني ممكن يكتروا، بس مش بالقدر الكافي. يعني مش بالقدر الكافي ان هو بدل ما كان عندك سبلاي محل بقى عندك سبلاي ثلاث محلات. فساعتها التورته بدل ما كانت هتقسم على واحد تقسم عليها على ثلاثه، فالبروفيتس ممكن تقل، فممكن الدنيا تبوظ مني، وساعات الاستراتيجي كلها ايه يحصل لها. طيب اخر موضوع هنتكلم فيه الفاليو تشين اناليسيس. طبعا انا بفترض يعني ان حضرتك قبل ما تبص ما تشوف المحاضره دي انت خلصت معايا جزء الكوست اللي انا قلت من كام محاضره ان انا اوريدي شرحته في منهج السي ام اي، وعملت لكم كده اكسل شيت ظريفه فيها المواضيع اللي في فيكر وما يقابلها في جلايم وفي السي ام اي وشرحتها، منها الفاليو تشين اناليسيس. فانا بفترض يعني ان انت اوريدي مفروض فاهم يعني ايه فاليو تشين اناليسيس من محاضرات السي ام اي اللي انت شفتها مفروض، بس هتكلم عنها بسرعه تاني عشان هنا هو شرحها في صفحتين ثلاثه يعني، تمام؟ الفاليو تشين اناليسيس معناها ان حضرتك بالبلدي كده انت بتشوف ايه اللي ينفع الزبون بنركز عليه، وايه الحاجات الفكسانه وتحلق لها. ده كده بالبلدي يعني ايه؟ يعني بمعنى صح، خلينا كده اقول لك على اكزامبل ظريف جدا. شركة سامسونج عشان تعمل لك موبايل جديد اسمه S8 مثلا، عملت لك الموبايل فيه اوبشنز ظريفه مثلا ان فيه فيس ريكوجنيشن، تمام؟ وان مش فيه فيس ده كمان فيه اللي هو بالعين مش بالفيس بس، بالعين كمان. وكمان الموبايل بصراحه بيقول بابا وماما، الموبايل متقدم جدا، تمام؟ الموبايل حلو جدا. عشان عملت انفستمنت في ايه؟ في الابلكيشن، عملت انفستمنت في السوفت وير. طيب هل دي يعتبر فاليو ولا مش فاليو؟ فاليو طبعا. طب العلبه اللي بتيجي اللي فيها الموبايل، العلبه اللي الموبايل بيبقى فيها اول ما بتجيبه جديد، نفترض مثلا ان فيها سلوفانه زياده او فيها كرتونه مثلا معموله بطريقه معينه، هل تفرق انت معاك كيوزر؟ انت اصلا لما تيجي تفتح التليفون الكرتونه بالسلوفانه بترميه، تمام؟ وخلاص يعني انت مش هتحتفظ بالسلوفانه يعني، تمام؟ هل معنى ان سامسونج حطت سلوفانه زياده هل ده يعتبر فاليو ليا؟ ايه الفاليو اللي انا خدتها لما سامسونج حطت سلوفانه في الباكج بتاع العلبه؟ ما ولا استفدت اي حاجه، انا كده استفدت ايه يعني بصوت مرتضى يعني، تمام؟ يعني ايه اللي استفدته؟ ما استفدتش حاجه، تمام؟ يبقى في اكتيفيتيز بتدي فاليو ادنج للبرودكت، وفي اكتيفيتيز ما بتديش فاليو، مهمه جدا وبتختلف من برودكت لبرودكت.
هقول لك على اكزامبل تاني ظريف جدا برضو كنت قلته في محاضرات الكوست لو انت شفتها يعني. الستورج كوست، مصاريف التخزين. سامسونج ممكن تبيع لك او ممكن تبعت لك الموبايل من كوريا، سامسونج من كوريا الجنوبيه تمام، شركه كوريه تمام، سامسونج ممكن تبيع لك الموبايل وتشحنه لك من كوريا يبقى عندها الستورج بتاعها في كوريا، وممكن تبعته على دبي الاول ويبقى عندها وير هاوس في دبي، وبعد كده من دبي يبقى مركز توزيع مثلا للشرق الاوسط. انا كيوزر فرقه معايا الموبايل ده جه من دبي او اتخزن في دبي قبل ما يجيلي، ولا اتخزن في ماليزيا، ولا اتخزن في سنغافور، ولا جه دايركت من كوريا، ولا فرق معايا. يبقى هل الاستورج هل الاستورج كوست فاليو ادينج كوست ولا نون فاليو ادينج؟ نون فاليو ادينج، ان انا مش فارق معايا الموبايل ده جه اتخزن في دبي ولا اتخزن في سنغافور ولا بتخزنش ولا جاري من كوريا دايركت، لكن الفاليو جايب منين؟ ان الموبايل فيه ابلكيشنز اقوى، الموبايل فيه سوفت وير اشد، الموبايل الهارد وير بتاعه اجمد ضد المايه مثلا، يقع في المايه ما يبصش وهكذا. ده اسمها فاليو. لكن اتخزن هل ده فاليو ولا له اي لازمه؟ ده في موبايل ستورج. لكن تخيل بقى ان الستورج نفس هي من ستورج في حاجات تانية تبقى فاليو ادينج، زي ايه؟ زي الجبنه التركي. وقبل ما تضحك ده انا بتكلم بجد مش بهزر، الجبنه التركي او الجبنه الرومي زي ما الكهروية بيقولوا، الجبنه التركي لو انت كل ما تخزنها اكتر كل ما الفاليو بتاعتها بتزيد. يعني يقول لك الجبنه التركي دي قديمه يبقى طعمها ايه؟ طعمها احلى تمام. فالجبنه التركي الستورج كوست تكلفه التخزين بتاعتها هل هي فاليو ادد ولا فاليو ادد؟ لا فاليو ادد. ليه؟ عشان انت كل ما بتخزنها اكتر كل ما الجبنه تبقى احلى، فاليوزر اللي هو انا ببقى قاعد كده سعيد وانا باكلها، اقول لك دي الجبنه التركي دي قديمه. يعني ايه قديمه؟ يعني حلوه. لكن لما الجبنه التركي تبقى ما اتخزنتش كتير تبقى مش حلوه. يبقى الستورج كوست في حاله الجبنه التركي فاليو ادينج كوست او فاليو ادينج اكتيفيتي، في حاله الموبايل نون فاليو ادينج اكتيفيتي. يبقى انت بقى عشان بقى ننجي شويه في الموضوع ده، يبقى انت المفروض تعمل ايه؟ تعمل ستادي، تدرس الاكتيفيتيز بتاعتك. والله الفاليو ادينج اكتيفيتيز تدعمها، تسبورتها، تشوف تركز عليها، والنون فاليو اد اكتيفيتيز تعملها ايه؟ اليمينيشن. صعبه تعمل اليمينيشن ليها، بس على الاقل ايه تخفضها. يعني انت ممكن الاستراكشر بتاعك مثلا بتاع سامسونج ان هي صعبه تشحن الحاجات كلها من كوريا دايركت، لازم عندها يكون عندها وير هاوس في دبي مثلا. يعني خلاص هنعمل ايه؟ تمام. فيبقى بس تحاول تقلل الكوست، يعني بدل مثلا يبقى عندها ستورج كوست وسلوفانه، يا سيدي لا شيل ام السلوفانه، انا مش محتاج سلوفانه تمام. عايز تخزنه في دبي خزنه في دبي عشان انت مضطر لكده. فالنون فاليو اد اكتيفيتيز بتحاول تقللها قد ما تقدر. والله عرفت تعملها اليمينيشن خير وبركه، ما عرفتش تقللها لقد ما تقدر. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ على الفاليو. الفاليو لمين؟ للكاستمر او للكونسيومر. يبقى انت بتعمل ستادي وبتعمل اناليسيس، بتعمل تحليل للاكتيفيتيز. الفاليو ادد اكتيفيتيز تركز عليها، تزودها، تعمل لها سبورت. النون فاليو ادد اكتيفيتيز ايه؟ تحلق لها، تقللها، تحاول تعمل لها ايه؟ تعمل لها اليمينيشن. ده اختصار المفيد للفاليو تشين اناليسيس. طبعا الفاليو تشين انت بتبتدي من اول الار ان دي، من اول الريسيرش والديفلوبمنت. ما هو الراجل اللي عمل الموبايل ده ابتدى من الار ان دي، من الريسيرش اوف ديفلوبمنت. يعني مثلا اول موبايل سامسونج ما كانش ضد الميه، يعني يقع في الميه، يقع منك في الحوض كل سنه طيب، يقع منك في البسين كل سنه طيب، خلاص كده مفيش موبايل. فالناس اللي قاعده في كوريا الار ان دي قال لك هي الناس بتتخنق من ايه؟ وقال لك والله الناس بتتخنق ان انت مثلا ممكن تبقى واقف مثلا جنب البسين. فشاب ظريف كده، واحد صاحبك من الشباب الخنيقه يزقك في البسين بيستظرف، فالموبايل ايه؟ وانت في جيبك الموبايل، فالموبايل كل سنه طيب، الموبايل بوظ.
تطلع بقى تضرب صاحبك وصاحبك يضربك وتخسروا بعض وقصه طويله، تمام؟ فالناس في كوريا قال لك لا، طب ما هي الناس بتتضايق ان المويه مش ضد المويه، طب ما نعمله ضد المويه. يبقى ده الفاليو تشين بدات منين؟ بدات من بدري قوي، من الار ان دي. اخش بقى الار ان دي وبعديها الديزاين. طب لما نيجي نعمل ديزاين، هل نعمل ضد المايه عزل كامل ولا عزل مش كامل، ولا عزل ضد المايه 30 متر ولا 20 متر ولا مش ليه 30 متر؟ وانا هختص، هو انا بس انا هو صاحبي هيرميني في البحر في المحيط الهادي، هيرميني في بسين اخر البسين 2 متر يعني 2 متر ده 3 متر يوم ما يبقى خلاص يعني بسين اولمبي يعني. مش لازم الناس يعني. بص الار ام دي قال لك ايه؟ هنعمله ضد المايه. الديزاين بقى والله هعمله مثلا ضد المايه 2 متر مش 40 متر. يعني انا هستفيد ايه ب 40 متر ضد المايه؟ ما انا مش هرميه في المحيط العادي يعني، تمام؟ وهكذا. يبقى انت بتاخدها ايه؟ من كل ليفل لايه؟ للتاني. يبقى ابروتش اوف فاليو تشين اناليسيس. فيرمز ماست اسس، لازم تدرس وتقيم every part of the value chain to allow them to provide their customers with the maximum value. لازم ادي maximum value للكاستمر بتاعي، ادي موبايل نظيف. They must determine the parts of the value chain that they will provide them with the largest competitive advantage. يعني انا هقول لا يا جماعه، انا موبايل، الموبايل اللي ببيعه الموبايل ده قوي، سوفت وير ممتاز وضد المايه. Three major forms of analysis are performed. بيبقى في ثلاث حاجات من الاناليسيس بنعملها. اول حاجه internal cost analysis، مهمه جدا جدا جدا. يعني حضرتك تشوف التكاليف اللي ملهاش اي تأتيل لازمه وتحاول تشيلها، اللي هي النون فاليو ادد كوستس. الموبايل ده لما جالي في العلبه كان فيه سلفانه زياده، انا كعمر استفدت ايه من السلفانه؟ انا خدت السلفانه، ايه الهبل ده، رميتها الباسكت. هي مش السلفانه دي تكلفه؟ ما السلفانه دي على كل موبايل اوفر روح هتبقى تكلفه كبيره. يبقى دي كوست ملهاش اي 30 لازمه. والله مثلا الحاجه عشان تبعت اتبعتت مثلا مثلا اتبعتت مثلا في الكونتينرات بالشحن مش عارف عامل ازاي، مع انه ممكن يتشحن شحن تاني ارخص شويه. هو انا لما الموبايل ده جالي مثلا جالي السعوديه او جالي استراليا او جالي مصر او جالي في اي حته، هل فرق معايا جاي على انهي سفينه؟ هل فرق معايا الكونتينر 20 قدم ولا 40 قدم؟ يا سيدي انا مالي، انا عايز الموبايل وخلاص. يبقى انت بتشوف التكاليف اللي ملهاش اي 30 لازمه، اللي جايه من اكتيفيتيز ملهاش اي 30 لازمه ايه؟ وتقصقصها. تاني حاجه internal differentiation analysis، مهمه جدا. ده ايفون مش ضد المايه، ده ضد المايه. يبقى ساعتها اعمل ايه؟ اركز على النقطه دي. اه يا جماعه ده ايفون مش ضد المايه، طب ما انا اعمل تليفون ضد المايه وركز على الموضوع ده وابيعه للناس، اقول لهم يا جماعه والله ده انا ببيع لكم تليفون حلو وكويس والسوفت وير بتاعه وكل حاجه وكمان ضد المايه. يبقى انا بعمل ايه؟ internal differentiation analysis، بشوف انا اقدر ايه الفاليو اللي اقدر اديها للكاستمر او الكونسيومر بتاعي عشان اديهم حاجه ايه؟ superior، حاجه اعلى من الرايفل بتاعي، حاجه اعلى. انا هبيعها اقول لهم لا يا جماعه الايفون حلو بس مش ضد المايه، يقع منك في الحوض كل سنه طيب. انا الموبايل بتاعي ضد المايه، انزل البسين ما عنديش مشكله. تالت حاجه vertical linkage analysis. يعني ايه vertical linkage analysis؟ vertical يعني كده، يعني ايه كده؟ يعني بمعنى صح ببص على السبلاي بتاعي، على السبلاير بتاعي، على السبلاير بتاعي، على السبلاي تشين، على السبلاي تشين. فشوف ايه الحاجات السبلاي تشين بتاعي، السبلاي تشين اناليسيس بتاعتي عامله ايه؟ هو انا عشان اجيب الكومبوننتس بتاعت الموبايل ده بجيبها منين؟ السبلاير بتاعي بيجيبها لي منين؟ هو انا لازم اجيبها من حد بعيد ولا ممكن اجيبها من حد قريب؟ هو انا لازم اجيب حاجه كلها من واحد بس ولا ممكن اجيبها من كذا حد؟ هو انا السعر اللي باخده سعر كومبيتيف ولا باخد سعر بطيخه؟ كل الحاجات دي ايه؟ مهمه تاخدها في اعتبارك. يبقى دي حاجات تاخدها في اعتبارك وانت بتعمل ايه؟ فاليو تشين اناليسيس. على فكره يا جماعه الفاليو تشين اناليسيس موضوع كبير، موضوع بيتكلم فيه كتب. يعني انا هنا بقول لك يعني ايه
المختصر المفيد المفيد يعني. تمام طيب تيبس ان فاليو تشين اناليسيس، اللي انا قلته قبل كده هو ده اللي هقوله، بس يعني هو ايه الراجل حاططها في شكل كده ايه منظم شويه. اول حاجه ايدنتيفاي فاليو اكتيفيتيز، لازم تعرف هي الاكتيفيتيز اللي هتديك فاليو. يعني مثلا الاستورج كوست بالنسبه للموبايل، هل هو فاليو ادنج ولا مش فاليو ادنج؟ مش فاليو ادنج. الاستورج كوست بالنسبه للجنيه التركي فاليو ادنج ولا مش فاليو ادنج؟ فاليو ادنج. يبقى انت لازم تعرف ايه هي الفاليو ادنج اكتيفيتيز. الستورج كوست هي نفس الاكتيفيتي، بس البرودكت فاليو ادنج والبرودكت تاني نون فاليو ادنج. يبقى انت لازم تعرف ايه هي الفاليو ادنج اكتيفيتيز. تاني حاجه ايدنتيفاي كوست درايفرز اسوشيتد ويز ايتش اكتيفيتي، لازم تعرف ايه هي الكوست اللي ماشيه مع كل اكتيفيتي والكوست درايفر. مش هخش انت المفروض بقى جاي من الكوست عارف يعني ايه كوست درايفر، فانا مش هشرح الكوست درايفر هنا، ارجع لمحاضرات الكوست. فانت لازم تعرف الاكتيفيتي والكوست درايفر الاسوشيتد كوست بتاعته، عشان لما تعمل اليمينيشن للنون فاليو ادنج اكتيفيتي تعمل اليمينيشن لايه للنون فاليو ادنج كوست. تالت حاجه ديفلوب ا كومبيتيتيف ادفانتج، يا اما بريديوسينج كوست يا اما ادنج فاليو. انا ممكن اقول لك بص يا سيدي، انا الموبايل ده مش ضد الميه زي ايفون، ما هو ايفون مش ضد الميه وانا كمان مش ضد الميه، بس انا ايه هقلل لك في التكلفه. فلما هقلل في التكلفه ايه هقلل في السعر. يبقى انا هعمل حاجه حلوه وكويسه زيها زي ايفون. السامسونج مش ضد الميه، بس الايفون كمان مش ضد الميه، بس السامسونج ارخص. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى انا بدي كومبيتيتيف ادفانتج باقل بريديوس الكوست او ادينج فاليو. اقول لك والله بص يا برنس، الايفون مش ضد الميه، التليفون ضد الميه، يبقى ساعتها ايه انا ببيع حاجه او بركز فاليو على ايه على الديفرنشيشن. على ايه على الديفرنشيشن. طبعا شركه سامسونج المفروض تديني نسبه من كل الحاجات اللي انا بقولها دلوقتي، يعني اي موبايل سامسونج هيتباع النهارده المفروض اخد نسبه عليه المفروض. تالت حاجه ايدنتيفاي اوبورتيونيتيز فور ريديوس كوست، انت اي تكلفه ملهاش لازمه اقصص منها. Exploit linkage among activities in the value chain، يعني ايه؟ يعني بمعنى صح لازم تشوف العلاقات اللي بين الاكتيفيتيز في value chain. يعني بمعنى صح، هل مثلا ان انا اجيب ان انا الكاستمر سيرفيس بتاعي، الكاستمر سيرفيس لازم يبقى عندي حد كاستمر سيرفيس، ولا ممكن اجيب حد اوت سورس؟ يعني لازم اعين موظفين ويبقوا كاستمر سيرفيس يردوا على التليفونات، فساعتها لازم اجيب لهم مكاتب واجيب لهم ديسكات واجيب لهم مكن ومش عارف ايه ولابتوبات واجهزه اتصالات مش عارف ايه، ولا ممكن ببساطه اتعاقد مع شركه اوت سورس؟ والله دي ليها مزايا عيوب ودي ليها مزايا عيوب. انا مش بقول لك اعمل اوت سورس للكول سنتر بتاعك او للكاستمر سيرفيس بتاعك، هيبقى كول سنتر. مش بقول لك اعمل اوت سورس للكول سنتر، ومش بقول لك جيبه ان هاوس. انا اللي بقول لك عليه تعمل ايه؟ تدرس ده وتدرس ده وتشوف الفاليو اللي جايه من ده وتشوف الفاليو اللي جايه من ده وتشوف الكوست اللي جايه من ده وتشوف الكوست اللي جايه من ده، وبعد كده تقرر. يعني هنا الاجابه هنا مش اللي هو هات الحاجه ان هاوس او طلعها اوت سورس، لا انا كل اللي بقول لك عليه ايه؟ ادرس الموضوع. Global Competitive Advantage and Value Chain Analysis. البرنس الكبير مايكل بورتر اللي قلت لك راجل من برنسات الاقتصاد العالمي، تمام؟ معمول محطة باسمه في بوسطن، يعني مش هقول لك أكتر من كده، يعني محطة كبيرة يعني محطة حلوة كمان، تمام؟ فقال لك in addition to Michael Porter's look at the five forces يعني بعيدا عن الفايف فورسز اللي احنا شرحناهم في أول الحصة، Porter focused on the comparative forces that exist globally by studying the ability of a nation to attain and sustain worldwide competitive advantage. يعني فاكر بورتر برضو بس على فكرة الـ competitive advantage من وجهة نظر nation، يعني nation يعني بلد كاملة، تمام؟ When the various parts of the value chain exist in different parts of the world, this may pose problems of cost of transportation and lack of control and communication.
which can negatively affect the overall customer value. يعني معنى صح الراجل بيقول انا صح بيقول لك ايه كل حد يتخصص في الحاجه اللي له فيها. يعني مصر مصر مثلا زمان كانت مصر كانت بلد زراعيه كنا بنعمل قطن لحد دلوقتي المفروض يعني الناس بتتباهى بالقطن المصري تمام اللي هو خلاص بدا ايه بدا يندثر. الرز كان عندنا رز كان يعني من احنا بنعمل رز كتير كنا بنزرع رز وبنزرع قمح وبنزرع قطن وبنزرع مكرونه تمام يعني كنا بنزرع حاجات كتير تمام. فاحنا كان عندنا كومبيتيف ادفانتج في الموضوع ليه؟ مش كان عندنا نهر النيل تمام يعني كان عندك نهر اسمه نهر النيل في دول كامله بيبقى نفسها في خمس النهر ده. فانت عندك ريسورس اسمه نهر النيل فانت بالريسورس ده انت كنت ممكن تعمل حاجات كتيره. فتركز على ده انت مالكش في الصناعه قوي يبقى انت تشوف الفاليو بتاعتك فين تشوف الكومبيتيف ادفانتج بتاعتك فين. وزي ما قلنا الكومبيتيف ادفانتج انت بتعمل حاجه على اتنين يا اما ريديوس كوست يا اما الديفرنشيشن يا اما انت بتدي حاجه بتكلفه قليله يا اما بتدي حاجه الجوده بتاعتها او فيها ايه فيها افتكاسه. زي مثلا القطن المصري كان معروف زي ان هو الجوده بتاعته عاليه تمام مثلا. فقال لك بورتر ايدنتيفايد فور ميجر فاكتورز ذات امباكت جلوبال كومبيتيتيف ادفانتج. مايكل بورتر قال لك ان في اربع عناصر بيأثروا على الجلوبال ايه كومبيتيتيف ادفانتج. اول حاجه الكونديشنز اوف ذا فاكتورز اوف برودكشن. يعني زي مثلا كده ايه قال لك والله لو ايفانيشن لو في دوله هاز سترونج سيت اوف فاكتورز اوف برودكشن هي ايه ايه الفاكتورز اوف برودكشن عناصر الانتاج الانبوت زي الليبر الليبر القوى العامله او العمال العماله يعني تمام. قال لك مثلا لو انت عندك سترونج سيت اوف ليبر ذات ار ريكوايرد ان ا جيف اندستري ات ويل فار بيتر وذ ريجارد اوف كومبيتيتيف ادفانتج. يعني زي مثلا مين ابسط مثال موجود حاليا في الوضع الحالي الصين عندهم ليبر فورس غريبه عندهم كميه بشريه تتكلم في شعب عنده مليار ونص تمام. فعندك سكيد ليبر فورس قويه فهم عارفين يستغلوها وبقوا ايه وبقوا قوه عظمى قوه اقتصاديه عظمى. ليه؟ عشان عندهم سكيد ليبر فورس. مين اللي قال الكلام ده؟ مايكل بورتر. مين اللي بيطبقه دلوقتي؟ الصين. على ايه؟ على سيت اوف فاكتورز اوف برودكشن على سترونج سيت اوف فاكتورز برودكشن زي الليبر فورس. تاني حاجه كونديشنز اوف دوميستيك ديماند. حضرتك لو انت اصلا الدوميستيك ديماند بتاعك قوي فساعتها انت هيبقى عندك كومبيتيف ادفانتج قويه ان انت اوريدي عندك الماركت بتاعك الدوميستيك قوي وبيخليك مش محتاج لحد. يعني مثلا لو انا الدوميستيك ماركت بتاعي قوي جدا ومكفيني ومش مضطر مش متذلل لحد بره مش مستني ان حد يشتري البرودكت بتاعي من بره انا اوريدي الدوميستيك ديماند بتاعي قوي تمام. فساعتها هيديني كومبيتيتيف ادفانتج عاليه. انا بتكلم كجلوبال. تالت حاجه ريليتد اند سبورتنج اندستريز مهمه جدا جدا جدا. اصل الصناعات مش كلها بتبقى صناعه واحده بيبقى في صناعه معتمده على صناعه. هقول لك على مثال في بلد معينه صناعه العربيات فيها قفلت تمام. لما صناعه العربيات قفلت هي ما اثرتش على الصناعه دي بس ده في صناعات تانية بتعتمد على الصناعه دي. زي اصل المصنع اللي بيعمل عربيات بيعمل الكراسي او في ناس بيجيب كراسي بيجيب القماش اللي بتحط على الكراسي بيجيب السماعات اللي بتتحط في العربيات السماعات بيجيب الكاسيت. فانت الموضوع مش عربيه بس الموضوع ان في صناعه وفي صناعات تانية بتعتمد عليها. فمايكل بورتر قال لك ايه if suppliers of material input exist within a nation it may help the nation far better with regard of global competitive advantage if other rival domestic firms that are competitive in international market exist the nation's competitive advantage is increased. بمعنى صح انت بتتكلم على الاندستريز اللي بتدعم بعض فلو موجودين
الاثنين مع بعض موجودين جوه دوله، ساعتها الدوله دي هيبقى عندها ايه؟ كومبيتيتيف ادفانتج. رابع حاجه طبعا الفيرم استراتيجي والستراكشر والرايفل. الاستراتيجي بتاعتها اللي انا اتكلمت عنها من شويه، هل هي بتبص على الديفرنشيشن ولا بتبص على الكوست؟ الاستراكشر بتاعها الرايفري، هي الرايفري التنافسيه، هل في شركه واحده في البلد وهي بس اللي موجوده واللي بتطلعه وبتنتجه والناس بتاخده زي ما هو كده عشان ما فيش غيرها، ولا في تنافس؟ ما انت لو في تنافس جوه، انا بتكلم على جوه الدوميستيك ماركت، يعني مثلا بلد زي مصر مثلا، لو انت بتتكلم مثلا ان هي تنتج منتج معين، لو شركه واحده بتنتجه ما فيش تنافس، فالشركه دي هتنتج برودكت ممكن يبقاش قوي فالناس بتشتري عشان ما فيش غيره. بس هل هيبقى فيه كومبيتيتيف ادفانتج؟ لا. يعني هل مثلا السويد مثلا هتشتري برودكت ده من مصر؟ لا. ليه؟ عشان هو اصلا برودكت تعبان، هو بس المصريين بيشتروه عشان ما فيش غيره، تمام. لكن لو في كذا دوله، لا سوري، لو في كذا شركه في نفس الدوله فساعتها لا هيبقى فيه تنافس، فساعتها هيزودوا الكواليتي، فلما هيزودوا الكواليتي البرودكت هيبقى كويس، فساعتها مش بس الدوميستيك ماركت هيبقى عايزه، ده حتى الانترناشونال ماركت هيبقى محتاجه، وهيبقى فيه كومبيتيتيف ايه؟ كومبيتيتيف ادفانتج. طيب انا كده خلصت اليونت، هوقف عند كده ان شاء الله. اليونت ظريف، اليونت بيعتمد على اليونت اللي فات، فريد الاثنين ذاكروا مع بعض. ان شاء الله قدامي حصه واحده، الحصه اللي جايه هقفل ان شاء الله، ربنا يسهل واقفل الايكونومكس، الحصه اللي جايه هشرح مديول 6 و7 ان شاء الله واقفل الايكونومكس. يا ريت يا جماعه الحل، الكلام سهل، انا اللي تاخد بالك الكلام مشروح، الكلام اللي بيتشرح سهل، وحتى الكلام بسيط، الكلام مش صعب، بس الفكره في حل الاسئله، فيا ريت تحل اسئله على طول ورايا، يا ريت تحل اسئله، ولو عندك اي اسئله تحطها على جروب السي بي اي. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.